السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة تانية من الـ superficial masses shoulder mass في adult patient long standing، مفيش معاها أي pain ولا tenderness ولا inflammatory signs. بصينا عليها بالألترا ساوند، شكلها كده كانت very large لدرجة إن أنا أول ما بدأت بالكونفكس بروب. بصينا عليها ال اس و تي اس، انا مش شايف ديسكريميشن في الايكو تكستشر ما بينها وبين الماسلز، بس الحاجه اللي شبه اكيده انها ابيض من السبكتينيوس بات اللي هو نورمالي ايزوتو هايبو كايك، وممكن تكون ديبر شويه. يعني تمام، فانا لو ما عنديش اللينير بروب عشان اعمل بروبر كاركترايزيشن، الحاله دي هتروح على طول على الام ار. تمام، لكن احنا عندنا اللينير بروب، عايزين نشوف برضو فيرذر كاركترايزيشن للليجن ده شكله يطلع ايه. هو هنا برايمرلي ممكن يطلع فاتي ليجن. طيب بصينا عليها باللينير بروب، اه فعلا دي شكلها فاتي هايبر بالنسبه للسبكتينيوس فات، وممكن تكون انسينويتد بتوين الماسلز، بس البروب اللينير ده انا عايز واحد تاني اعمق منه شويه، لان مش قادر اجيب الريليشن ما بينها وبين اللي حواليها. الماشين دي يعني كانت صدفه ان فيها اتنين لينير بروب اوف ديفرنت فريكونسيز، بس حتى لو ما عندناش اللينير كده يعني انا اتاكدت انها فاتي او ناحيه الفاتي، نستخدم بقى حاجه ما بين اللينير والكونفكس، اللي هو مثلا يكون الانتراكافيتري ترانسفاجينال ترانسريكتر مايكرو كونفكس، ايا كان بروب ثالث ما بين الاثنين. ما فيهاش اي فاسكولاريتي بعد ما ظبطت الفلو سنسيتيف ميجرز، قللنا البي ار اف، قللنا الكروست سكيل، علينا الكالر جين والسنسيتيفيتي، او استخدمنا باور توبلر. هنا استخدمنا مثلا بروب تاني لينير تاني، كان بقول لكم في اتنين لينير في الجهاز ده، او ممكن المايكرو كونفكس ولا حاجه او التي بي اس. بان فعلا دي هايبر ايكويك بالنسبه للسبكتينيوس فات، ويا ترى اللي فوقيها ده ثيك كبسول ولا ده عباره عن انترا ماسكولار لاير محوطاها، لان هي اكشولي ما بين الماسل دي وما بين الماسل دي، الاثنين ماسلز دول كانوا الدلتويد والبكتوراليس ميش، وفي هنا لير من الماسل حواليها زي ما زميلنا الفاضل دكتور احمد ابو الخير قال سودو كبسول من السراوندنج، لكن هي فيرلي ديفايند انسينويتد ما بين الماسلز، فممكن تكون انترا ماسكولار او انتر ماسكولار، واحده من الديبلي سيتد لايبومز، لكن اللي انا متاكد منه انها مش سب كيتينيس. ما فيهاش اي كالسيفيكيشن، سيستيك تشينجز، هيتروجينيتي، سسبيشس فاسكولاريتي ولا حاجه. عملنا لها ليميتد سيكونسز ام ار اي ماشيه مع الفات سيجنال في كل السيكونسز. يعني هنا ده بارل للفات سيجنال بالظبط، ادي الانترماسكولار شيت او الماسكولار شيت اللي حواليها وعامل لها سودو كبسول، السايز بتاعها ما كانتش يعني معديه ال10 ولا حاجه، ما فيش اي هيتروجينس سوب تيشو جواها، حتى لما طفينا الفات في الفات سات برضو اتطفت معايا، ده ممكن يكون مثلا بي دي فات سات ولا حاجه. يبقى ماشيه مع الفات بيور، ما فيش اي سسبيشس سوب تيشو، انت بتتكلم في لايبوما. هي الليبوما من حيث المكان بتتقسم لايه؟ لسوبرفيشال اللي هي في السبكتينيوس وديبلي سيتد. الديبلي سيتد من اول ما دخلت ما بين الفاشيال لايرز اللي هي فوق المصل، دي بقى اسمها ديبلي سيتد، تمام؟ اللي اسمها سوبرا ماسكولار او ايبي ماسكولار، زي الحاله دي تلاقيها عامله اندنتيشن للمصل عن انها تعمل اندنتيشن على السكين والسبكتينيوس، تمام؟ بعد كده ممكن تكون جوه المسلز انترا ماسكولار او ما بين المسلز وبعضيها، دي باي ذا واي ده الريكتس ودي الانترولاتر ادومينال وول ماسلز، تمام؟ فهنا هتبقى سوبرا ماسكولار، هنا انتر ماسكولار ما بين المسلز، انترا ماسكولار، بعد كده سب ماسكولار، فدي الاماكن بتاع الديبلي سيتد لايبو. يبقى الحاله دي عباره عن ايه؟ انترماسكولار لايبوما فيرلي ديفايند هوموجينس هايبر ايكويك بالنسبه للسبكتينيوس فات، يعني نحاول دايما نقارن مع السبكتينيوس فات، انسينويتد ما بين الماسلز وبعضيها، ما عرفناش نجيب الديبر بارت بتاعها، لان خلي بالكم الالترا ساوند او بيحصل له اتينويشن مع الفاتي تيشوز، فالبوستيرور بارت بتاعه مش هشوفه كويس as compared للمسلز اللي حواليها، وده بيؤكد انها فاتي نيتشر. الحالات اللي زي كده طالما بقت ديب او بقت لارج او اي suspicious كريتيريا
في الالترا ساوند يبقى بقت انديكيتد ام ار اي ويز اي بي كونتراست. يا الله بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.